حطها في الإطار الخرجة متاعك التي كانت مستفزة نوعا. هو ساعة قبل كل شيء باش نعلق على الكلمة اللي تعديت، هو قال سيأتيك يوم. نعم سيأتي يوم، الماء مدردرة ما يجيه يوم ويصفى، ودبين الحقيقة ودبين من الخائن، شكون باع تونس، شكون هابط معتها باش يعيط ويسب وهو مأجور، ومن ينزل للشارع وهو يدافع على وطن. فرق ما بين من يدافع على وطن ومن يدافع على الأشخاص. يتهموك انك تابع الرئيس ومأجور وما ياخذ فلوس باش خلق النهضة. خليني نقول لك من الاول بطحة، أتشرف أن أكون مأجور لقيس سعيد. تعرف علاش؟ خاطر قيس سعيد الناس الكل تعرف لا يباع ولا يشترى وما يتلفت لحد وترين ويمشي. يا ما كصحافي لا تقول أتشرف أن أكون مأجور. شوف إذا كان يتهموني أنا بقيس سعيد أتشرف بذلك، لأنه قيس سعيد رجل وطني ونظيف. إذا كان فما البديل وأفضل منه أنا باش نكون معاه. شوف مش مرتين في النهار. أنا عم أنت لازم تكون موضوعي، لا تنتمي لأحد. اسمعني ما تبديش تمل علي. شو تمل علي؟ خليني أنا نجاوب. أنا سألتك. كاميرات تصور اللي موجود وتعدي كما هو موجود. ما تبدل شيء. علاش؟ شكون قال لك ما سنسرتش حاجات؟ تفضل هو ما يعرف. كان جيت نسنسر راهم تكلموا، راهم قالوا ما قلناش. أنا نعطيك الروش اللي عندنا الكل. شوف انا نهبت للشارع وهبطت مع الفئات السياسيه الكل وفي المظاهرات الكل، الا اللي ريتو في المظاهره الاخيره تاع حركه النهضه وجبهه الخلاص عمري ما ريتو في حياتي. شنو اللي ريت؟ ريت شايب عمره 80 عام يسب الحزام اللوت، ريت مراه تقول في كلام ما نجمش نعاود نحكي فيه ولا نعديه. يعيب اللي صار. واذا كان انت تحب تخرج منقلب كما تدعي ليس بتلك الطريقه. ما فماش وما هيش تونس هذي. ربما اعصابهم توتر لانه كي شافوك حسوا. حساب شنو؟ جايب الهلاله بالدربيك وبالكاميراوات جايب السبني. تي جاي من الاول اخي عندي لي روش وتشوف دوها الناس الكل. جايين مجموعه كامله. انا واقف نتفرج كاميرات يريك وهما جايين وتفرجوا انتم قديش من 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 مصور معاهم وقديش من بورتابل قاعد يصور وقديش من واحد يتهجم ويقول في الكلام الزايد. انا شو مش تعمل في الحاله هذيك؟ سب مش من اخلاقي. رد الفعل الناس الكل باش يذدي من بعض يقول ايش فيك ترد في الفعل. دونك المسرحيه الكل هز لي ما تنجم الا الضحك. وين ضحكت؟ بطبيعه الحال انا نجيبه اللي صار بالضحك. شو تحبوني نعمل اكثر من هكا؟ شو باش نعمل؟ وتقول وباعوا كذا وكذا، زاد انت علاش تتهم فيهم باعوا وشراوا؟ ريت عمليه بيع وشراء، انت ريت ياخذوا في الفلوس. نعم نعم. اش معناتها نعم؟ شوف كي تقول لي نعم يا ولدي اعرف كلمه نعم، قلت لك ريت بيع نعم. وشراء قلت لي نعم. نعم. وش بك ما عديتهاش؟ صورتها؟ صورتها ووريتها وعملوا عليا حمله. انا صورت ووريت واحد جاي مسكني ما يعرفش حتى مش باش يروح. ما يعرفش الكار اللي جا فيه. ما يعرفش وين ماشي، ما يعرفش علاش جاي، نحط له الميكرو باش يجي وما يعرفش شنو بالضبط. شكون هما هذوما؟ يعني نعرف بنديه يهبطوا كانوا قبل يسرقوا ويخطفوا من بعد ولاو متظاهرين ولاو ديكاز قيس سعيد. راهو شوف ما يحدث في الشارع حرب حقيقيه. اش معناتها حرب؟ حرب حقيقيه، هذه جند لاخر جند. والمواطن الزوالي هو اللي ياكل في العصاف الوسط. هذه تونس من ما بعد الثوره كل الاحزاب استعملت نفس الاسلوب. شو ليه؟ بهذه الطريقه. شوف شنو ليه؟ المشهد من 2011 تونس هكا بيع وشراء وين يزيد نار ونزيد تتعفن اكثر. وصلنا توا لقمه القذاره في بلادنا من الاخر.